بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة يوم الثلاثاء من برنامجكم حياتنا. هذا البرنامج اللي يأتيكم عبر شاشتكم، شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا، بداية يسعدني في هذا المساء نمسي بالخير على أخوي وزميلي نايف المسلماني. نايف، مساء الخير. مسيك بالنور والسعادة سلمان، أنت ومشاهدينا، ونتمنى أن الكل يكون بصحة جيدة والكل أخذ اللقاح إذا كان مؤهل، وإن شاء الله الإطار الذهبي والعلامة الخضراء تكون للجميع عشان الكل يكون مرتاح. من عمر 12 سنة نايف وفوق، إذا مؤهل وأمورك طيبة روح وسجل واخذ اللقاح، وإن شاء الله ما عليك شر وتكون مناعتك عالية لمحاربة هذا الفيروس. يعني هاي اللي احنا نقوله، وكذلك وزارة الصحة سلمان تقوله، اللي هي جددت وزارة الصحة دعوتها لكافة شرائح المجتمع من أجل المبادرة بأخذ التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19. وأكيد احنا قاعدين نشوف عمليات التطعيم في المراكز الصحية على قدم وساق. وزارة الصحة العامة أشارت إلى تلقي 90.7% من المؤهلين للحصول على لقاح كوفيد-19 12 سنة فما أكثر، وهم كانوا اللي مؤهلين على الأقل خذوا جرعة واحدة. مشاهدي الكرام، بهذا الصدد دعت الوزارة كافة أفراد المجتمع ممن هم في عمر فوق 12 عاما فما فوق على ضرورة المبادرة والتسجيل من أجل أخذ التطعيم لما له من أثر وحماية للفرد والمجتمع. وأكدت الوزارة أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا كوفيد-19 وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابة اليومية بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19 في الدولة. أكيد هذا نتاج مخطط واضح ودراسات محددة في هذا الجانب. إحنا قاعدين نشوف لقاح موجود اليوم هو سبيل الخروج من هذه الأزمة اللي قاعدين نعيشها. وحشتنا الأيام أول، شو كنا عايشين بحرية، شلون نسافر بدون PCR. الله، وانت رايح شي عند الدبدوب أمورك طيبة على طول، ما تحاتي، لكن إن شاء الله ردين، إن شاء الله ردين باللقاح، ردين بإذن الله. مشاهدينا الكرام، من القطاع الصحي من وزارة الصحة العامة ننتقل إلى موضوع آخر، وهو قفزة للميزان التجاري السلعي للدولة لفرق بين إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 198.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. أكيد سلمان ومشاهدينا راح نشوف معكم هذا التقرير عن النتائج اللي حققها الميزان التجاري السلعي للدولة، ومن ثم نعود لكم إن شاء الله بمواضيع أخرى. قفز الميزان التجاري السلعي للدولة بنسبة ناهزت 198% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الفائض التجاري للدولة خلال الربع الثاني من هذا العام قفز إلى 46.4 مليار ريال مقابل 15.5 مليار ريال المسجلة في الربع المماثل من العام الماضي. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيس في ارتفاع إجمالي الصادرات إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 29.1 مليار ريال، أي بنسبة 98.7%، والمواد الكيميائية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.8 مليار ريال، أي بنسبة 100%، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.7 مليار ريال، أي بنسبة 62.1%. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذا الخبر الخاص بالقطاع الاقتصادي للدولة والنجاحات الكبيرة اللي حققها الإجمالي التجاري السلعي. نايف، يعني من بداية جائحة كورونا لين اليوم شفنا بطولات كثيرة كان المفروض تقام في دول وصارت عندنا في قطر لنجاح الدولة في التعامل مع الأحداث والفعاليات بنظام الفقاعة. تنظيم فعاليات دولة قطر، ومو بس تنظيم، احنا خلاص عدينا مرحلة التنظيم، احنا نتكلم في انجازات
صرنا لما نكون موجودين في أي بطولة ننافس، والنافس على البطولة نفسها، نافس على المركز الأول. غير المركز الأول صار الموضوع شوي حساس، إذا ما نجيب الميدالية الذهبية ممكن يصير فيها زعل. تزعل ها؟ إيه لا ما نرضى. أولمبياد طوكيو يعني لما تكون رقم واحد بالنسبة لي الدول العربية 41 على مجمل الجدول، يا سلام، يعني قفزة كبيرة. لكن أكيد هذا مشاهدي الكرام نتاج اللي عمل ولسنوات طويلة من التخطيط. نايف، لأول مرة في تاريخ بطولات العربية بطولة محترفة من الفيفا وهي كأس العرب راح تقام إن شاء الله شهر نوفمبر المقبل عندنا في قطر بمشاركة كل الدول العربية. جاهزين، تنظيم ومشاركة جاهزين خلاص، وعندنا تفاصيل أكثر ولكن يشاركنا إن شاء الله عبر الاتصال الهاتفي. قبل يشاركنا في الاتصال الهاتفي نشوف حركة السالفة. إيه خلينا نشوف التقرير وبعدين عندنا الاتصال الهاتفي. يلا. الرياضة في قطر شغف وأسلوب حياة، وفوق ذلك هي تحد صريح لكل المعوقات. حتى جائحة كورونا لم تكن عقبة أمام الدوحة لتنظيم بطولات عالمية مع اتباع إجراءات احترازية وتدابير صحية صارمة. نظم قطر دوري أبطال آسيا لمنطقتي شرق وغرب آسيا بصورة رائعة، كما استضافت العاصمة القطرية رابع جولات الدوري المسي لألعاب القوى بمشاركة كبيرة من أبطال وبطلات أم الألعاب مع تطبيق قواعد السلامة والأمان. بطولة قطر كلاسيك للسكواش المصنفة ضمن الفئة البلاتينية بجولة رابطة اللاعبين المحترفين، جرت كذلك منافساتها وسط إجراءات استثنائية على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والسكواش بمشاركة أكثر من 40 لاعباً يمثلون 18 دولة. أما الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للموتو جي بي للدراجات النارية والتي أقيمت بنادي حلبة لوسيل الدولية فقد حققت هي الأخرى إنجازاً تنظيمياً قطرياً كبيراً. النجاح القطري في تنظيم البطولات العالمية رغم الجائحة استمر كذلك مع استضافة بطولة البنك التجاري قطر ماسترز بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي الجولف المحترفين. نجحت الدوحة في تقديم نسخة مميزة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم وبحضور جماهيري مشروط وإجراءات صحية أشاد بها القاصي والداني. أما النسخة 13 من بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات المؤهلة لأولمبياد طوكيو فكانت الدوحة المكان المناسب لإقامتها ونجاحها. كما استضافت الدوحة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربية وسط إجراءات احترازية صارمة. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة دول مجلس التعاون الخليجي 28 للألعاب المائية والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 22 من أغسطس الجاري بمجمع حمد للرياضات المائية. تستمر الإنجازات ويتواصل التحدي وتبقى الدوحة أهلاً لهذا التحدي والمكان المناسب لاستضافة البطولات العالمية. إذن شفنا هذا التقرير الموجز عن أهم الأشياء الرياضية اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، والآن تشرف أن نكون باتصال هاتفي مع الزميل والأخ علي عيسى وهو صحفي رياضي. وعيسى يمسيك بالخير، ولو نتحدث عن مشاركة الاتحاد القطري بجميع الألعاب اللي موجودة في أولمبياد طوكيو وما أحرزه من ميداليات. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك أخوي نايف وعلى أخوي سلمان وعلى السادة المشاهدين. بلا شك مشاركة دولة قطر الأخيرة اللي انتهت في أولمبياد طوكيو 2020 واللي تم تأجيل هذه البطولة لظروف كلنا نعلمها بلا شك كانت واحدة من أفضل مشاركات دولة قطر تاريخيا في البطولات الأولمبية السابقة، خاصة أن احنا قدرنا في هذه البطولة نحقق لأول مرة الميدالية الذهبية وفي المجمل العام ميداليتين ذهبية بالإضافة إلى برونزية، وقدرنا أن احنا نرفع رصيد دولة قطر إلى 8 ميداليات تاريخية. مثل ما ذكر أخوي سلمان قبل أن ننتقل إلى التقرير أن إحنا الأول على مستوى العرب و41 على مستوى العالم، وهذا إنجاز كبير حقيقة
ندلدل على الخطة الواضحة اللي كانت موجودة من اللجنة الأولمبية القطرية برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني وتوجيهات سعادة جاسم بن راشد البوعينين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، واللي حقيقة كان واضح حتى من قبل الأولمبياد، يعني من فترة طويلة حتى قبل أسياد 2018 اللي كانت موجودة في جاكرتا، كان هدف دولة قطر أنهم يكونوا من ضمن 50 دولة أو كأفضل 50 دولة، يعني كمركز، ولله الحمد قدروا أنهم نحن نتواجد في 41 كتصنيف، لكن اليوم كترتيب عفوا، لكن اليوم احنا ما زلنا نعيش حقيقة هذه الإنجازات، فرحة هذا الإنجاز الجميل، وآخرها اليوم قاعد نشوف الشركات كلها قاعد تكرم أبطالنا، وآخرها شركة أعمال اليوم تم تكريم الأبطال معتز برشم وثنائي الطائر الشاطئية بالإضافة إلى فارس إبراهيم، كان التكريم من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني رئيس مجلس إدارة شركة أعمال. لذلك لما احنا نشوف مثل هذه الفرحة يا نايف، ومثل ما تكلمت أنت دائما دولة قطر لما تتواجد في مثل هذه البطولات بالعمل الكبير والجبار اللي كان موجود، وإن كنا نطمح إلى الأفضل من خلال البطولات اللي كانت موجودة، لكن هذا مثل ما قلت لك نتاج عمل سنوات طويلة خاصة في ألعاب القوة بعد بطولة 2019 في ألعاب القوة اللي كانت موجودة عندنا في الدوحة، واللي قدر أكثر من لاعب عندنا أن يحقق ميدالية فيها، وأكيد أبرزهم كان معتز برشم لما حقق الذهب. أبو عيسى، يمكن كانت لك استضافة سابقة في التلفزيون بعد أولمبياد ريو 2016، وكنت زعلان أنه ما كان فيه ميداليات ذهبية، لكن أبشرك الحين أكيد الكل فرحان بهذا الإنجاز التاريخي بميداليتين ذهبيتين للمشاركة القطرية. أيضا إلى جانب الأولمبياد أبو عيسى، عندنا مشاركة للاتحاد القطري لكرة القدم بالمنتخب الأول في الكأس الذهبية الكونكاكاف، ومشاركة مميزة لاكتساب الخبرة قبل الخوض في كأس العالم 2022. بلا شك أخوي سلمان، مثل ما ذكرت في 2016 قبل 5 سنوات من الآن، ما كنا احنا راضين عن المشاركة اللي كانت موجودة في ريو، خاصة ان احنا برغم انها كانت واحدة من افضل المشاركات قدرنا نحقق فيها فضة وبرونز، لكن كنا احنا قادرين ان نحقق انجازات افضل، لكن العمل الكبير اللي كان موجود من اللجنة الأولمبية القطرية قدرنا ان احنا نحقق افضل مشاركة، هذا فيما يخص مشاركتنا في طوكيو، اما في خص مشاركتنا في بطولة الكأس الذهبية بلا شك كانت واحدة من افضل المشاركات، لأن طلعنا بالعديد من الإنجازات أو المكاسب الكبيرة من هذه البطولة. ما زلنا نستعد بشكل مميز لبطولة كأس العالم 2022 بالمشاركة في مختلف البطولات، لما يكون عندك منتخب يشارك في بطولة آسيا ويشارك في كوبا أمريكا ويشارك في الكونكاكاف، وتشوف على سبيل المثال المعز يسجل هنا ويسجل هنا ويسجل هنا ويكون هو أول لاعب في التاريخ يسجل في 3 بطولات قارية، لما تشوف أن أنت توصل إلى دور الأربعة وكنت قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى النهائي، وحتى من أن أنت تنافس على اللقب. الأهم من هذا كله لما أنت تشوف أن بعد هذه المشاركة تشوف أن المنتخب يصعد في التصنيف الدولي لين يوصل إلى التصنيف 42، وهذا أفضل تصنيف في تاريخ منتخب قطر منذ إنشاء الاتحاد القطري لكرة القدم، لأن أفضل تصنيف سابقا كان لنا احنا 51 في 93، لكن اليوم احنا وصلنا 42 عالميا، أفضل دولة، أفضل منتخب خليجي، خامس أفضل منتخب آسيوي، خاصة لما أنت تتكلم عن منتخبات كبيرة في آسيا، يعني إذا أنت يكون قدامك اليابان وكوريا أستراليا وأنت تكون وإيران وأنت تكون بعدهم، فهذا إنجاز كبير وكبير جدا حقيقة. لذلك إحنا نشوف قاعد نشوف تطور جدا كبير، وبلا شك حققنا مكاسب كثيرة من خلال بطولة الكأس الذهبية اللي كانت موجودة في أمريكا. نعم أكيد تطور في الألعاب الجماعية وكذلك الفردية لله الحمد، وكذلك المنشآت اليوم قاعدين نشوفها في دولة قطر والاستضافات على أعلى مستوى، وكذلك عندنا صحافة رياضية متميزة وأنت في مقدمتهم سيد علي عيسى، وأنت صحفي رياضي، شكرا لهذه المداخلة، ونتشرف إن شاء الله أنك تكون معنا في الاستديو خلال الأيام القادمة. يعطيه الصحة والعافية، ومشاركات مميزة أمانة مثل ما تفضلت نايف في العديد من الألعاب. من الرياضة مشاهدينا الكرام ننتقل معاكم إلى وزارة التعليم والتعليم العالي، التي أعلنت اليوم عن آلية الدوام للعام الدراسي الجديد 2021-2022، والتي ستكون بنظام التعلم المدمج أو التناوبي. راح يبدأ إن شاء الله العام الدراسي في 29 من هذا الشهر، راح يكون الحضور بنسبة 50% داخل المدرسة. تفاصيل أكثر مشاهدي الكرام حول آلية الدوام المدرسي لهذا العام، شوف معاكم هذا التقرير ونتعرف عليها أكثر.
اقتراب بدء العام الدراسي للعام الأكاديمي الجديد 2021-2022 والذي سيبدأ في 29 من أغسطس الحالي، أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي اعتماد نظام التعليم المدمج بالحضور التناوبي الفعلي في المبنى المدرسي بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية في جميع المدارس الحكومية والمدارس ورياض الأطفال الخاصة. ووفقاً للقرار يجب على المدارس الحكومية والخاصة أن تلتزم بما يلي: توزيع الطلبة على شعب بحيث تضم الشعبة الواحدة 15 طالباً بحد أقصى، ترك مسافة متر ونصف بين كل طالب وزميله، تطبيق نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية، الاستمرار بنظام الفقاعات داخل الصفوف الدراسية، تنظيم دخول وخروج الطلبة لمنع التزاحم. يستثنى من الحضور الطلبة الذين يعانون من أمراض تمنعهم من تلقي التعليم في المدرسة مع استمرار حضورهم عن بعد وتقديم شهادة طبية حديثة تثبت ذلك. يمنع الخروج في الفسح. يتناول الطالب وجباته الغذائية داخل الصف الدراسي. إلغاء الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية ويمكن إقامتها افتراضياً. يؤدي الطلبة كافة الاختبارات المركزية والفصلية داخل المبنى المدرسي. تلتزم المدارس التخصصية والتقنية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس القرى بنفس نسب الحضور المذكورة. إجراء فحص الاختبار السريع للفيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة العامة بشكل أسبوعي لمن لم يتلقوا أو استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. يعفى من إجراء الفحص الذين استكملوا جرعات اللقاح والمتعافون من المرض. المدارس التي تتضمن عدداً قليلاً من الطلبة يكون الدوام لجميع الطلبة بنسبة 100% على ألا يتجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة 15 طالباً مع الحفاظ على مسافة متر ونصف بين الطلبة. الالتزام بلبس الكمامة في جميع المراحل الدراسية. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بناءً على مؤشرات وزارة الصحة العامة والمتعلقة بكوفيد-19 وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع، حيث تؤكد وزارة التعليم والتعليم العالي أن الصحة وسلامة أبنائها الطلبة وكادر التدريس والإدارة وكافة العاملين في المدارس من أهم أولوياتها. إذن عودة لكم مشاهدينا، ونوعا ما نبقى في الجانب التعليمي، ومثل ما ذكرنا في أحد المواضيع الأساسية بالأمس عن اختبارات الدور الثاني لكافة المراحل الدراسية، ودائما نشدد على التهيئة النفسية بالنسبة للطلاب. فنأخذ معكم هذه المكالمة الهاتفية مع الأستاذة موزة المالكي، وهي مدربة تنمية بشرية، تحدث معها عن التهيئة النفسية لطلابنا وطالباتنا. أستاذة موزة نرحب فيك، وفي البداية لو نتكلم على أهم النصائح اللي توجهينها لأولياء الأمور بالنسبة لمساعدة أبنائنا في التحضير لاختبارات الدور الثاني. أهلاً، حياكم الله. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ومشكورين على هذا البرنامج والتوعية اللي تقدمونها للطلبة وللأهالي. الحقيقة يعني النصائح أنا راح أركز على الطالب أكثر من الأهل، لأن الطالب هو اللي محتاج للنصائح وللتوعية، والأهل أيضا. أنا ما أنكر دور الأهل والأسرة طبعا، ولكن الطالب يكون قلق أكثر من الأهل، لأن الطالب تأتي ضغوط من الآخرين، تأتي ضغوط من الأهل ومن المجتمع ومن الناس اللي حواليه. ادرس يعني ذاكر، جيب درجات مرتفعة. فأنا أقول للطالب، بالذات الطالب وبالذات طالب الثانوية العامة، لأن الكل يضغط عليه، أقول له لا تلتفت إلى هذه الضغوط من الآخرين، ركز على مذاكرتك أنت، ركز على نفسك. يجب أن الطالب أن يضع جدول مخطط يتضمن تنظيم المواد الدراسية المقررة عليه بشكل محكم وواقعي، عشان يتمكن من اتباع هذا الجدول والسير عليه. الطالب عنده وقت كافي. أنا أقول لكم يعني ارتاحوا وخلوا يعني نفسكم في آخر الراحة والاسترخاء،
إذا وضعتوا هذا الجدول امشوا عليه وركزوا على أجزاء من المنهج، لا تركزوا على المنهج كله، لا تتعبوا نفسكم في المنهج كامل، اختاروا الأشياء الأجزاء اللي الأساتذة يقولون لكم هاي أشياء مهمة، لأنك أنت لو ركزت على كل المنهج بتتعب، ركز على الأجزاء المهمة. أكيد. نقطة أستاذة موزة لو تسمحي لي، ممكن العديد من أبنائنا وبناتنا خصوصا مع اختبارات الدور الثاني اللي راح تبدأ يوم الأربعاء يصيدهم نوع من القلق أو لمحاتات زايدة قبل الامتحان، فهذه الأمور كيف ممكن الطالب يتغلب عليها خصوصا قبل الاختبارات؟ بالتأكيد يجب أن يفهم كل طالب أن القلق حالة صحية جدا، بالذات القلق المتوسط، القلق الطبيعي، لو ما صاب قلق ما راح ينجح. مننا ما حس بالقلق؟ الطالب المتفوق يحس بالقلق. أنا كنت أطلع الأولى على الثانوية العامة وعلى الشهادات العامة وحس بالقلق، وقلق كبير صراحة مو شوية. فهذا القلق شيء طبيعي، قلق شيء لا بد منه في الامتحانات، بس ما نخلي هذا القلق يؤثر علينا. إذا وصل لمرحلة إنه يقعد يحاط زيادة لدرجة إنه يسهر، ممكن يوصل لين الفير على أساس إنه بس يقعد يراجع، وهذا يوصل فيه إنه ممكن يقوم متأخر ويوصل قبل الاختبار يمكن بساعة. هذا اسمه القلق المرضي، مثل الخوف والخوف المرضي، القلق والقلق المرضي. هنا إحنا نقول أن تعرف على أسباب القلق، الفرق بين القلق العادي والقلق المرضي. هني تي أهمية النوم المبكر. النوم المبكر يساعد على تحفيز عمل الدماغ، يزيد من القدرة على التفكير والتركيز، لذلك هو مهم جدا للطالب. النوم المبكر يساعد على تقوية الذاكرة، يساعد على زيادة القدرات العقلية. أستاذ موزة، سلمان يقول لي إن الصحي إن الواحد يقوم قبل الاختبار بخمس ساعات. ليش دعوة؟ لا، لازم ينام مبكر، بس ما يصحى من الفجر وما يعني يصلي ويرجع ينام بعد كم ساعة، لأن النوم مهم. أكيد. النوم يساعد على تنشيط الجسم، يساعد على أداء الأنشطة اليومية بكل نشاط وتركيز. أكيد. دون الإصابة بالتعب والإرهاق. أستاذة موزة، يعني نكون صريحين ونختم في هذا السؤال إذا تسمحين لي، ممكن الطالب اللي يقدم اختبار للدور الثاني يختلف عن أي طالب يقدم اختبار عادي، فشنو هي الأشياء اللي ممكن الطالب يحطها قدام عينه على أساس أنه ما يلتفت للكلام والإحباطات أو حتى التأثير اللي ممكن يكون عليه سواء من الأهل أو حتى من ربعه، ويدخل الامتحان ويركز ويعدي الدور الثاني؟ يدخل الامتحان وهو مرتاح، يسوي تمارين استرخاء. أنا ياريت يعني يعطون الطلبة دروس في الاسترخاء الذهني، ويأخذ يعطون تمارين في التنفس قبل الامتحان، اللي هي أخذ شهيق واسترخاء وتنفس عميق قبل الامتحان عشان يصفى ذهنهم. هاي جدا تمارين مهمة، احنا وايد نهمل عملية الاسترخاء والتنفس العميق. تمارين تنفس، تدري تمارين التنفس هاي شو تسوي في الجسم؟ جدا تريح، يعني التغلب على القلق هذه جدا مهم. التغذية الصحيحة، الإفطار السليم، مو بالإفطار الأكل الدسم، الوجبات اللي ما فيها دهون مشبعة، لأن الوجبات اللي فيها دهون مشبعة تزيد من التعرض للاكتئاب والقلق. نستبدل الأفكار السلبية بأفكار إيجابية. نعم. دور الأم هني، دور الأب، صح. إنه يطمنون الطفل، يطمنون الطالب، هو بروح مسكين تعبان عند دور ثاني. أي والله. أنا أطمنه، أقول له معلش. بعدين شيء نقطة وايد مهمة يبقى أقولها لك، إن أنا أحب طفلي، أقول له أنا أحبك أنت، رسابة نجاح، لأن الإنسان عنده قدرات، يمكن الطفل قدرات العقلية ما تخليه ينجح يبقى. أنا أحبه، هو أوصل له رسالة إن أنا أحبك بغض النظر عن نجحت أو رسبت. أنا أحب أولادي حتى لو رسبوا، أحبهم. فالطفل ما يقول أهلي يحبوني لأني نجحت، لا، أهلي يحبوني بغض النظر عن نجاحي أو رسوبي. أكيد نقطة جوهرية أستاذة موزة، وأكيد لازم إنه يكون في عين الاعتبار بالنسبة لأبنائنا أنهم ينجحون للإنجاز، وأنهم يعدون المرحلة الدراسية ما ينجحون لأنهم خايفين
من عقاب معين إذا كانوا راسبين في الدور الثاني. الله لا يقول. شكرا لك الأستاذة موزة المالكي، وأنت مدربة تنمية بشرية، ودائما نسعد بأحاديثك الجميلة واللي تكون إيجابية ودافعة للنفس أنها تكون تقدم الأفضل في المجتمع إن شاء الله. عسى الله يوفق كل طلاب اللي عندهم اختبارات في الدور الثاني. مشاهد الكرام، إلى قطر الخيرية والتي تستعد لتنظيم سلسلة من الفعاليات لمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من شهر أغسطس الجاري. أكيد راح نعرف أكثر عن هذه الفعاليات، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستديو سيد محمد علي الغامدي، وهو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي في قطر الخيرية. مسيك بالخير ودائما نتشرف فيك أخوي محمد. الله يمسيك بالنور وشكرا على الاستضافة، وأيضا شكرا على الدعم والمساندة، لأن الإعلام له دور كبير جدا أقل في مساندة العمل الخيري ونشره بين الناس. سعداء بتواجدك معنا أبو الوليد. بداية ياليت لو نتكلم عن ماذا يمثل اليوم العالمي للعمل الإنساني لقطر الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه أيام دولية تم اتفاق عليها من قبل المجتمع الدولي، والأمم المتحدة لديها مجموعة من الأيام العمل الدولي، سواء كانت أيام متعلقة بالعمل الإنساني أو أيام أخرى أيضا متعلقة بقضايا إنسانية أو قضايا دولية بمختلف أنواعها. ودائما ما تكون هدف هذه الأيام هي عبارة عن أن ليس العمل فقط في هذه الأيام المخصصة، إنما تسليط الضوء أكثر على قضايا معينة من خلال هذه الأيام، من أجل لفت مزيد من الانتباه، التركيز على مجموعة من القضايا اللي حتنعكس أيضا على خدمات وعلى أو بحسب القضايا اللي تتناقشها هذه الأيام. احنا نتكلم على العمل الإنساني، نعرف أن العمل الإنساني هي حاجة بشرية موجودة، سواء كانت في جانبها التنموي أو جانبها الإنساني، وهي قضايا ملحة، خصوصا ما نعيش اليوم من أزمات وكوارث وحجم من الاحتياجات الكبيرة اللي حول العالم. ولذلك نعتقد أن احنا مهتمين جدا، خاصة أن نعرف أن الأزمات معظمها في منطقتنا العربية والإسلامية، ولذلك يأتي التركيز على مثل هذه الأيام من أجل تسليط الضوء أكثر على القضايا الإنسانية الملحة والتي تحتاج منا لمزيد من التدخل. الله يبعد الأزمات هذه عن الوطن العربي. وأكيد أنتم بالنسبة لليوم العالمي للعمل الإنساني عندكم فعاليات وعندكم أشياء تقومون فيها، فشنو راح يكون دوركم في هذا اليوم؟ احنا حنطلق من يوم 18 ان شاء الله من غدا، اللي هو منتدى العمل الانساني. اول نسخه من هذا المنتدى حيركز على ثلاث قضايا اساسيه. هذه الثلاث قضايا الاساسيه تتكلم على الشراكه في العمل الانساني والتطوعي، وتتكلم عن دور التكنولوجيا في تطوير العمل الانساني، وتتكلم على استقطاب وتدريب العاملين في مجال العمل الانساني. وهذه قضايا ثلاثه نعتقد انها فرصه مناسبه مع هذا اليوم العالمي ان نسلط الضوء اكثر عليها، وأن نشوف من خلال الورش ومن خلال على مدار يومين النقاشات اللي حتصير في هذا المنتدى، بحيث أن نستطيع أن نصل إلى نتائج ممكن تكون لنا رؤية، تشكل لنا رؤية في المستقبل. وهذا المنتدى حيكون بشراكة بين جامعة قطر وقطر الخيرية. جميل. أبرز الشخصيات إن شاء الله اللي راح تكون مشاركة في هذا المنتدى، وأبرز أوراق العمل اللي راح يتم مناقشتها. طبعا احنا ابتداء يعني كجهات اخترنا مجموعه من الجهات من خلال البحث وايضا التواصل مع عدد كبير من الجهات، فعلى مستوى الحكومي معنا هيئه تنظيم الاعمال الخيريه، من مستوى الاممي معنا المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين، وايضا منظمه الامم المتحده للطفوله، فهذه منظمتين اممتين. كذلك على المستوى الدولي معنا اللجنه الدوليه للصليب الدولي والهلال الاحمر القطري مشاركين معنا، ايضا من الجهات الخليجيه معنا جمعيتين من دولة الكويت، هي الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والعون المباشر، وكذلك أيضا من المراكز المتخصصة والبحثية معنا معهد الدوحة للدراسات ومعهد قطر للبحوث والحوسبية، وكذلك أيضا شركة في مجال استخدامات التكنولوجيا اسمها ريفينيتيف، شركة بريطانية. كل هؤلاء الجهات طبعا سوف يمثلون جهاتهم بخبراتهم بما عندهم من معلومات وبما عندهم من تجارب سابقة في المجالات الثلاثة اللي أنا ذكرتها. سوف أيضا يكون متحدثين رئيسيين في المؤتمر معنا، اللي هو بيتر مور اللي هو رئيس اللجنة الدولية للصليب الدولي حيكون من المتحدثين، وكذلك السيدة كيلي نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
اليوم هذا الاهتمام وهذا العدد من المنظمات بالإضافة إلى عدد كبير جدا من المتطوعين، أكثر من 50 متطوع شارك معنا، وهذا اللي حقيقة القيمة المضافة الأساسية في المؤتمر، أنه فتح المجال أمام المتطوعين لأنهم يكونون جزء من تنظيم هذا الحدث، لأن نعتقد أن المتطوعين وإسهاماتهم في مجال العمل الخيري والإنساني هي كبيرة وتحتاج أن نستفيد منها ونستثمرها بشكل كبير في صالح من الخدمات اللي يقدمها، سواء كانت هذه الخدمات هي مساعدات ملموسة ومحسوسة أو خدمات معنوية كأفكار ومقترحات ومشاريع. نعم، يعني نرجع لصلب الموضوع اللي هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، دوركم كذلك من الجانب التسويقي والتوعية الإعلامية وكذلك دوركم في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنتم ما شاء الله يعني ماخذين حيز جدا ممتاز في وسائل التواصل الاجتماعي، فلو نتحدث على هذا الجانب. طبعا ما في شك ان دائما الاعلام قد يكون مؤيد ومناصر لكثير من القضايا الانسانيه، دائما احنا حتى استخداماتنا للاعلام لا تقتصر فقط على قضايا الحملات التسويقيه، انما هناك حملات تهدف الى المناصره والتاييد، وهذا المصطلح بدينا نستخدمه في كثير من اعمالنا وانشطتنا، لان في كثير من القضايا تحتاج الى تأييد ومناصره ودعم، وهذا التأييد والمناصره والدعم لن يتحقق ما لم يكن هناك رأي عام يدعم هذه القضيه. اعطيك على سبيل المثال الان قضايا التغيير المناخي هي قضيه كبيره وقضيه تؤثر على العالم وذات بعد كبير جدا، تأثر منها الدول المتقدمه وتأثرون ايضا منها الدول العالم الثاني والثالث، واللي شفناها من حرائق من فيضانات وغيرها، هذه كلها بسبب تأثيرات التغيير المناخي، ولذلك أطلقنا الآن على سبيل المثال أيضا هو من أمس أطلقنا حملة بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات للشؤون الإنسانية الأوتشا التابع للأمم المتحدة، حملة لدعم اللي هو اسمها حملة تحدي عالمي من أجل الحد من مخاطر التغيير المناخي، هي عبارة عن شغلة بسيطة أن الناس ينزلون أبليكيشن معين وموجود في حساباتنا في اسمه سترافا، ويقدم يعني يمارس أي نوع من الرياضة لمدة 100 دقيقة. الهدف من هذا كله أن عدد الناس اللي حتشارك، عدد المشاركين، عدد المتطوعين اللي يتطوعون في هذا البرنامج للركض أو السباحة أو أي نوع من أنواع الرياضة لمدة 100 دقيقة مقسمة على عدد من الأيام، سوف يدعمون قضايا اتخاذ القرار فيما يتعلق بقضايا التغيير المناخي وأهميتها على مستوى العالم. فهذا يأتي هنا اللي هو الإعلام ودور الإعلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في قضايا العمل الإنساني وتأثيراتها، ولذلك دائما استخدامات السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام مثل اليوم احنا في هذا البرنامج أيضا هي هدفها أن وعي الناس يزيد، وعي الناس المساعدات صحيح قضية الدعم المالي مهمة ولكن أيضا القضايا الأخرى مهمة. أكيد بالوليد ما يصير يكون عندنا ضيف من قطر الخيرية وما يكون عندنا سؤال عن الجديد والقادم فيما يتعلق بالعمل الإنساني والإغاثي، سواء إذا احنا بنتكلم داخل دولة قطر وجهودكم واضحة في هذا الجانب أو حتى في الخارج من خلال انتشار مكاتب قطر الخيرية في العديد من دول العالم. طبعا احنا يعني مثل ما يقولون يعني دائما هذه العملية متجددة، لن تقتصر فقط على الخدمات التي تقدم، إنما هناك أيضا سوف تكون هناك خدمات جديدة، وإن شاء الله يعني قبل هذه نهاية السنة حنطلق مجموعة من الخدمات، مجموعة من القضايا الأساسية. يعني قبل فترة بسيطة أطلقنا موقع اسمه موقع قطر الخيرية العالمي، وهذا موقع يخاطب العالم بما يتعلق بالجهود العمل الإنساني على مستوى العالم، ولكن حيطلق إن شاء الله في خلال الفترة القادمة من بعض الأشياء مثل مركز الامتياز، وهذا مركز جديد حيكون الأول من نوعه في المنطقة فيما يتعلق بدعم جهود العمل الإنساني وبناء قدرات المنظمات والعاملين فيها. فمثل هذه القضايا نعتقد اليوم دور قطر الخيرية لا يقتصر أبدا فقط على تقديم المساعدات، إنما نحن نستشعر علينا مسؤولية أكبر، علينا مسؤولية أكثر فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع ومساعدة أيضا الناس العاملين في هذا القطاع سواء كانوا موجودين في المنطقة أو حتى في الدول الفقيرة، لأن مسألة مساعدة الآخرين ونقل التجربة بعد قطر الخيرية بعد 37 سنة من العمل الخيري هذا واجب وأمانة في أعناقنا، يجب أن نستمر استمرار العمل الخيري وتقديم الخدمات للناس من الأشياء الأساسية اللي أنا أعتقد نحن نعتز فيها في قطر، والحمد لله يعني تاريخ قطر مشهود في هذا الأمر. أكيد لو ناخذ الجانب الآخر من الرسالة اللي قدمتها وهو الرسالة توجهها للمجتمع اليوم التي تقابل هذه الخدمات اللي توفرها قطر الخيرية. طبعا احنا اليوم في قطر الخيرية نعتبر ان منظمة قطر الخيرية هي منظمة المجتمع القطري،
بكل مكوناته بكل أفراده بكل الأنواع والتنوع الموجود فيه. ولذلك أي مساندة لنا في قطر الخيرية نعتبر هو مساندة لهذه المؤسسة. القطر الخيرية يملكها المجتمع القطري، يدعمها المجتمع القطري. بدون هذا الدعم بدون هذه المساندة لن نستطيع أن نحقق شيء. فكل ما ساعدونا في نشر المعرفة ونشر البرامج ونشر الخدمات اللي تقدمها قطر الخيرية، نعتقد أن هم يسهلون علينا مهمتنا ويخلونا أيضا نوصل للناس أكثر ونساعد ناس أكثر، وهذا اللي إحنا نهدف له. الله يعطيكم الصحة والعافية ويكتب أجوركم على هذه الأعمال. سيد محمد علي الغامدي، وأنت مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي بقطر الخيرية، شاكرين تواجدك معنا في حياتنا وكل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يقويكم إن شاء الله. سلمان، نزل تطبيقات الخيرية وشوف الأشياء الطيبة اللي موجودة. موجود عندي التطبيق والموقع. مرات تحس إنك متضايق ولا شيء، تقدر تصدق، تقدر تكفل يتيم، تقدر تسوي. تقدر ترش لي هدية، تتبرع في عندهم مبادرة هدية. نبي يركض ويانا 100 دقيقة. يعجبك رياضي ترى. شهد الكرام، إحنا متواصلين معاكم في حلقة اليوم من حياتنا، ولكن بعد هذا الفاصل اللي تصير. إذن أعود لكم مشاهدينا وننتقل إلى موضوع آخر. بمشاركة 45 طالبا من المواطنين بالمرحلة الثانوية وكذلك المرحلة الجامعية، أطلقت إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج التدريب الصيفي لعام 2021. مشاهدينا، يسعى هذا البرنامج لتشجيع الشباب القطريين على مواصلة جهودهم في تنمية قدراتهم العلمية واكتساب المهارات العملية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وعلى الوطن بالرفعة والتقدم. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام راح يكون معنا في الاستوديو أو عبر الخط الهاتفي الدكتور محمد خليفة الكبيسي، وهو رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مسي عليك بالخير بداية، ويريت لو ناخذ من خلال وجودك معنا عبر الخط الهاتفي دكتور لمحة عامة عن هذا البرنامج اللي تم إطلاقه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع المستمعين ولفريق البرنامج. نعم، برنامج التدريب الصيفي هو سنة حسنة، أو هي سنة حسنة داومت عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السنوات السابقة. برنامج يستهدف أبنائنا طلاب المرحلة الثانوية والجامعية في فترة الصيف لمدة شهر، استغلالا لوقت الفراغ الكبير اللي موجود عندهم فيما ينفعهم في تعلم يعني معلومات ومهارات إدارية ومكتبية بسيطة، بالإضافة إلى التعرف إلى دور أو على دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإداراتها المختلفة ومشاريعها في المجتمع والخدمات اللي تقدمها الوزارة في المجتمع. ومن خلال يعني السنوات السابقة كان دائما في التغذية الراجعة لنا كانت دائما إيجابية ومحفزة للاستمرار في هذا البرنامج اللي لمسنا فيه أثار عديدة على أبنائنا المشاركين. وهذا البرنامج يعني يصب في يعني في عنوان خدمة المجتمع ومشاريع خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية للوزارة في المجتمع. نعم. نعم، لو نتحدث بالنسبة لطلابنا وتوزيعهم على 4 إدارات، يعني حدثنا عن هذا التوزيع وعن المعايير اللي اتخذتوها بالنسبة لتوزيع أبنائنا وتدريبهم وتطوير قدراتهم بهذه الاستراتيجية. نعم، احنا عندنا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتمثل فيها 17 إدارة، والإدارات اللي تم اختيارها هي من الإدارات الكبيرة في الوزارة واللي لها مشاريع وخدمات كبرى في المجتمع، واللي هي يعني نوعا ما تمثل غالب وزارة الأوقاف. هذه الإدارات: إدارة المساجد، إدارة الدعوة، صندوق الزكاة، والإدارة العامة للأوقاف بما فيها من إدارات فرعية. فهي يعني إدارات فيها مشاريع كبرى، فيها أعمال كثيرة، فيها خدمات متعددة، فيها اختصاصات مهمة. الاطلاع عليها من قبل أبنائنا راح يثري ثقافتهم ومعرفتهم
بهذه الوزارة وبدور المهم أو الدور الحيوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من حيث توزيع طلابنا على هذه الإدارات المختلفة. حرصنا مراعاة عدة نقاط، أولا رغبة وميول وتوجه أبنائنا في هذه المسألة. الأمر الثاني كذلك اللي هو التوزيع الجغرافي، لأن هذه الإدارات موزعة في مناطق مختلفة في الدولة، فهناك من يناسبه والله مثلا بحكم القرب المكاني من مكان السكن من هذه الإدارة فتم الاختيار بناء عليه، أو من ناحية الرغبة في مجال هذه الإدارة. أكيد. فإحنا حبينا أن إحنا يعني ما نفرض شيء على الطلاب بقدر أن أهم يعني يختارون ما يناسبهم، وجاء التوزيع الطبيعي كان فيه نوعا ما توازن في أعداد المشاركين في الإدارات الأربعة. أكيد. دكتور محمد، كونك اليوم أنت رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري في الوزارة والمشرف العام خلنا نقول على عملية التدريب بالنسبة لهؤلاء الطلاب، كيف ممكن تلمس وتقيم أدائهم خلال فترة التدريب في الأربع إدارات اللي تفضلت وذكرتها؟ نعم، حقيقة احنا عندنا الجهود الإشرافية على طلابنا الأربعين متعددة. احنا في الفريق الإشرافي، اللجنة العليا الإشرافية اللي احنا نمثلها، غير المشرفين اللي في كل إدارة على الطلاب، احنا عندنا زيارة أسبوعية واجتماعات أسبوعية مع طلابنا في كل الإدارات الأربعة. فالآن تقريبا أنهينا ما يقارب من يعني 8 اجتماعات في الأسبوعين الماضيين. هذا الأسبوع إن شاء الله يكون بعد خلصنا ما يقارب من 12 اجتماع، لين الأسبوع القادم 16 اجتماع. الهدف منه تحقيق التواصل العمل والفعال مع طلابنا، ويعني متابعة عن كثب مع طلابنا ومدى الاستفادة الحقيقية والفعلية من التعرف على دور الوزارة أو اكتساب مهارات مختلفة. احنا نطالب أبنائنا بموضوع الالتزام بالحضور والانصراف كمبدأ قيمي وأخلاقي ووظيفي مؤسسي، وفي نفس الوقت نطالبهم بتقارير أسبوعية، برفع تقارير أسبوعية. هذه التقارير فيها بنود عديدة بحيث أن أبنائنا الطلاب يجاوبون على هذه التقارير ويرفعونها ويتعلمون مهارة إعداد التقارير. احنا نحرص أن كذلك طلابنا يصحبون موظفين يعملون فعلا أمامهم جميع المهام والأعمال الرسمية، ويتعلمون الطلاب منهم إدارة المهام الوظيفية ورؤية الإجراءات الروتينية، أو موضوع إدارة الاجتماعات عندنا في وزارة الأوقاف في الإدارات المختلفة، بحيث أن أبناء الطلاب يطلعون بأكبر قدر ممكن من هذه المهارات. نعم. الإدارية، من التعامل مع الآخرين، من كتابة وإعداد التقارير، من إدارة الاجتماعات. صحيح. من إيجاد حلول، التفكير الإبداعي وإيجاد الحلول للمشاكل المستجدة. كل هذا نحرص أن احنا أبنائنا يعني يحققونه ويستغوون فيه. أكيد نقاط جوهرية، وإن شاء الله أن يعني هي توصل لجميع الطلاب. دكتور محمد خليفة الكبيسي، وأنت رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أنتم وأبنائنا في هذه البرامج. جميل دفع أبنائنا نحو الإنتاجية، الالتزام، ممكن الالتزام الوقتي ولكن كذلك الالتزام بالإنتاج والتقديم للمجتمع هو أهم صراحة من الوقت. أكيد نايف، خصوصا أن اليوم في محاكاة خلنا نقول وتدريب عملي وميداني لإدارات معينة لها أهميتها في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولها أيضا دورها المجتمعي. أكيد إحنا وصلنا لختم حلقتنا لهذا اليوم سلمان ومشاهدينا، وأتمنى أن قدمنا لكم ولو الشيء البسيط اللي فاتكم، وإن شاء الله أن قربنا على نهاية الأسبوع وقرب يوم الخميس. قرب يوم الخميس. مشاهدي الكرام، حتى نلتقي غدا، تقبلوا تحيات طاقم عمل برنامج حياتنا، ومع السلامة. فمان الله.